في حقوقي والكرامة والعدالة الاجتماعية. الذي سنعرض من خلاله العمل الذي يقوم به فريقكم فريق اتحاد عام شغال المغرب بمجلس المستشارين المغرب في الدورة البرلمانية الفارطة، وهو كذلك ليطلع مناضلات ومناضلي هذه الجهة حول العمل كيقوم به الفريق ديالهم في داخل مجلس المستشارين أولا، وكذلك إطلاعهم حول المستجدات على المستوى التشريعي فيما يخص مجلس المستشارين، وكذلك على مراقبة العمل الحكومي اللي كيقوم به الفريق. أعتقد بأنه هذه المحطة السابعة في إطار هذه الجولة اللي كيقوم بها الاتحاد العام، ونتمنى كذلك نتوخى منها هو المزيد من التقدير والتواصل مع المناضلات والمناضلين ديال الاتحاد العام شغال. الذي سنعرض من خلاله العمل الذي يقوم به فريقكم فريق اتحاد العام شغال المغرب بمجلس المستشارين على مستوى مراقبة العمل الحكومي أو كذلك مراقبة السياسات العمومية في داخل المجلس. وبمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي، نظم الفريق يوما دراسيا متميزا بالمقر المركزي للاتحاد العام شغالنا بالمغرب يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.